تعالوا نشوف سوق النهضة يوم الخميس على الجمعة. سوق اليوم مو طبيعي. شنو اليوم راح اصور لكم سوق النهضة، اول مرة تشوفوه. هذا الشارع بشغلات كلش رخيصة. تعالوا وياي. اي وحدة بعد البيش؟ انا على 5. على 5000؟ بس اطلع رقم. لا والله ما على 5000 دينار. تشوفون الرخص؟ خمس حاجات بلف. خمس حاجات بلف. شلونك غاتي؟ شلون صحتك؟ خمس حاجات بلف. الحمد لله. شلونك؟ شو اخبارك؟ على برد الوقت. خمس حاجات بلف. شوفوا هاي الطاولة جدا صغيرة. خمس حاجات بلف. أصلية هاي. خمس حاجات بلف. هذني لعابات الوحدة ب10000 دينار. شوفوهن. كل الألوان موجودة. تقريبا متر طولها. أي وحدة ب10000. شوفوا هاي الوسطية هي الحلوة. شلون اسعار هندني حجي؟ ثلاثة آلاف اصليات طبيات كلش اصليات هني. كاميرا. اي كاميرات. كم يشتغل؟ هذا لا يشتغل 5000. جيد. كلش حلوة ذني. ساعة. أوتي. أوتي بيش حجي؟ هذا انقرض. 10. مو هذا مال أمريكا. هذا كوري. كراون هناك. الماكينة كلش قديمة. شوفوا. محلقين قدامة. هذا شارع الظلال، منا يبدي شارع المعارض، منا يبدي سوق النهضة. تشوفون العالم ما شاء الله. خير من الله. تعال الخميس على الجمعة وادعيني. سوق كلش حلو. زوج ب10. زوج ب10000 دينار. وحدة ب5000. والساعات؟ الساعات على 20. سوق النهضة بالليل أصدقائي. كيف 150000. هاي المجمدة سعرها 100000. درج سعره 10000 دينار بينقص باية. سماعة أم حلوة هنا نظيفة على 20000. طباخات هذا 75، هذا 90 شوية نظيف. غسالات على 50000. 225000. هذا التكون. شوف هذا الكرسي ب10000 مال أطفال. ما يمكن غسالة أم نظيفة حلوة. هاي شرباية كلش راقية. شلون سعرها؟ 50000. جديدة. هاي بيش؟ هاي ما بلازمة. بيش هذا؟ 50 على 60000. كلش نظيف. بيش هذا كرسي؟ 40 على 40000. تشوفون العالم ما شاء الله. هذا يوم الخميس، دائما اقول لكم تعالوا بالليل ما تصدقون. تفرج. هذا شارع المعارض. انا ما شاء الله باوع. بشوف اجي الصبح القى ماك احد. الله يرزقك. بيش هذا؟ على 2000 دينار. تنزيلات كلش راقي والله. هذا برا يبيعوه ب5. شوفوا هذا الفرفور ايش قد حلو. كلش راقي. السلام عليكم. شلونك؟ شلون اسعار هندني؟ جزاك الله خير. والعالم بيش؟ يعني اسعاره مختلفة. يعني من 500 وتصاعد؟ 500 وتصاعد. كو على 500. ترى بالا اصلي. يعني بالا اصلي والله. وشيء مختلف. مثلك شلون تجي مختلف. رحم الله والديك. اشكرك.
شو سعره هذا استاذي؟ هذا 6000 ست قطع 3.5 معون واستكان كلش راقي 3.5 يا بلاش. يعني صدق اليوم انا مصدوم من جمال البضاعة والعالم اليوم والعوائل مو طبيعية اصدقاء العالم ما شاء الله. 3 2.5 ولادي بناتي اطفال 3.5 2.5 آلاف تصفيه ذني باقي له قضيت 3000 5 قطع ب 3000 دينار يا بلاش ما شاء الله. لا لا هاي تصفيه 5 قطع ب 3000 شو كنون غير مكان في العالم ما شاء الله. هاي ورا العشرة كلش تشتد خميس على الجمعة. جيب عائلتك وتعال ثلاث ارباعها عوائلها. ساعة كلش حلوة. شلون سعر هاي الساعة حجي؟ 5000. هاي العربانة بيش؟ على 15 لي. هاي شلون سعرها؟ على 12. هاي بيش هاي؟ بيش؟ 10000. جنط مال السفر ذني كوبيهن ب20 وكوبيهن ب25. هاي السماعات شوف ذني سيستم على 65000 دينار. هناك قطاسية شد رخيصة. 6% ب3000. 6% ب3000. 6% ب3000. 6% ب3000. 6% ب3000. شلون اسعار ذني؟ 6% ب3000. 6% ب3000. هاي يمك هاد؟ ليش؟ 4000. هاي قاسة على 4000 دينار. شلون صحتك؟ شو قد اسعارهم ذني؟ ديناتين 50000 ذني ما تشبس. هاي الشاشة بيش؟ 75. هاي بيش مال ثيل 75 ذكي مال بلازمة 60. هذا بيش 25. لا وانت هذا كاونتر كامل بيش 600 ويا طباخ ويا طباخ تليفونك. شارع البانزي خانة هذاك الشارع بصراحة أقوى من عنده يوم الخميس لأن الإنارة كلش قوية بي. هاي المراية على 25 وعندكم ذيك البوفية وياها الزاويات 2 على 600000. فاضل أنا علي حبيبي اليوم جايك بالليل. اليوم بالليل يوم خميس. خميس على الجمعة. خميس على الجمعة وتونس عندي. هاي الألوان مالته كلها. على 6 9. إيه. هذا شلون سعر هذا الديوان؟ هذا 425. أبو العقال يسموه؟ أبو العقال مال أربيل. ماشي عيوني؟ هاي ألوانه ما شاء الله كلهم تقريبا فوق ال 15 لون. هواي وبعد عندك ألوان فوق. ألوان مدرجة يعني. تعال عيني. عيني. ديوان ايش قد وياه؟ 6. يا أنت 6. أنا أعطي 6. 0 7 7 1 4 مرات 4 2 5 5 ويوميا متواجدين. ما اظل يجيك من طرف دير بالك علي. عيوني الي ممنوع والله تدلل. من هالجمال هذا؟ عيني تعال تونس حبيبي تونس. 425 تمام. شوف شوف هذا حلو هذا باو عين تونس. هذا شنو هذا؟ تعال عيني هذا مثلا ما بدون طبله تخليه استكان شاي هنا تستعمل ابو النفاضة هذا حبيبي. على فاضل الدراج اصدقائي يوم الخميس على الجمعة يوم 6 9 يوم الجمعة. هاي البضاعة موجودة ان شاء الله وما يقصر ويوميا متواجدين علي. تخوم عندكم على 850000. ايه هاي الوانة وهاي قطعة معرض فاضل الدراج. هذا عندكم اللارين ب 650000 كل الوانه متوفرة. وهذا عندكم البرنس ايضا ب 650 ست كوشات كلش راقي. اذا شوفوا هم الوانه متوفره كلها. شلونك نوفل حبيبي؟ شوف بعد معرضك. شوف هذا الدايو. اي هذا الموديل الدايو كلش حلو. تشوفوا فريم زان دبل يد حجي. اي 650000. 650000 الاولى ايضا 650 بشوفوا تفاصيل جد حلوه.
كم من ذني تصور نخلي العالم يشوف استاذنا؟ هذا اولى؟ لا هذا البطريق. هذا البطريق هنا. صاحبنا. تشوفون ذني كلهن على 650 الف. معرض نوفل سوق النهضة. هذا الليرة؟ هذا الليرة الفريم. فريم. جوزي وكرساسي. وعندكم ذني الاولى والبرنس. ما شاء الله. على 650 الف باع. كل الالوان متوفره. ايش قد رقمك نوفل؟ حبيبي 0771-270-5910. اجوك من طرفي؟ شلونك؟ شلون صحتك؟ شلونك؟ مين جاي انتو؟ من اليمين. من اليمين؟ اهلا وسهلا. يا اهلا مرحبا. والله انت جبتني. لا. وجبكم لولا؟ اي والله والنعم منه. اي اللي يجي للنهضه وما يجي للنهضه لا يطب لها عني. هاي شنو؟ وعلي طيب تعامله طيب. شو وزعت؟ اسعاره كلش مناسبه. وزعت شرك؟ اي حبيبي ربي يحفظك. الله صحة. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ يا بنتي ايش صار لكم وين ماكو؟ حارميني عالم من هاي الطباخات الحلوه. الله يبارك فيكم. ايش قد سعر هاي الطباخ هذا؟ عيني هذا ب 180 فريش. فريش هذا عندي رويال هم 180 جاهز. اذني مستخدمات؟ مستعمل هذا جاهز على البحث افران عيون كلها شغاله. كلها على البحث. امام في سنه. عندي هذا ب 120 وهذا ب 100. هذا 120؟ هذا 120. ليش قد قياس؟ هذا 100. عندي هذا ب 120 قياس 60 في 60 يجي افرانه مستقله. افرانه مستقله وهذا عندي هذا 55 ب 55 يونيفرسال المصري وهذا يونيفرسال. شو تليفونك؟ 0770-3975-62. اخو صادق. اخو صادق. جوار محطة وقود الناظر مشيدة. باقي الايام وين؟ بالشعب يسوق ال 4000 بس الجمعاني هنا. توصيل بيع شراء موجود. بيع شراء تصليح مراوس كل الهلبي. سجاد هاي الطبلات شلون اسعارها؟ هذا بالسوق جاي يبيعونه العادي مو ابو الليره جاي يبيعونه ب 50. اي قال علي حبيبي انا ابيع السيف الترك الاصلي ابو الليره ب 50000. هذا يبي لي غير الوان ذني الموديلات مالته زين. قال علي حبيبي هذا سيت بالكيب هذا جاي يبيعونه 65 70 انا ابيعه 60 الف. سال علي. سال علي واضح هذا درجه اولى. هذا هاي الباقي الاشكال هذا كذلك نفس السعر 60 الف. هذا سال علي زي. هذا بالمناسبه هذا يجرب قبلات. اي وعندك هذا بالليره ثلاثي. والتخم هذا التخم سال علي حبيبي هذا التخم تركي جديد ما مستعمل مكتبي سبع مقاعد ويا اربع كوشات. اي سعره 400 الف سال علي. 400 الف 400 الف حبيبي جوزي زيتوني اسود بيجي ما شاء الله. بالنسبه لهذا الديوان استاذ علي الديوان هذا يعني من تاخذ الديوان مثلا 700 من يمي انت نايم ومرتاح فلوسك فيه بين قوسين استاذ علي حبيبي. ديوان مصري صاج بلوكس اشوف السي ان سي مالتك شغله درجه اولى ومحترم يعني بيلون بيجي عندي جوزي زيتوني ازرق استاذ علي حبيبي سعره 700 واللي يجي من طرف قناتك فقط على الديوان له خصم. توصيل مجاني فقط داخل بغداد. يعني اي تخم هنا توصيل مجاني. توصيل مجاني. داخل بغداد مجاني. قال علي شغله درجه اولى اني يم سجار الدراجه بس البلوك الاسود الام دي اف ما اشتغله ابد. عاشتي راح افتح لك البطانه شوف البلوك الاسود مالته. شنو شنو عروض اللي بيها؟ عرض خاص لك وقناتك والمتابعينك عيون اليوم الشيء العمودي. تسلم ما تطلع من يم الا التراضي. تخم 10 مقاعد بلوك اسود من 18 سنجوانه مميز. اول هذا كوين يسموه كوين تركي جديد ما مستعمل. انت تدري ار 500 و475 يمي بيش 425 الف توصيله مجانا فقط داخل بغداد. شوف يا صار على خلي افتح لك طالما هذا خماش شغلي بلوك اسود كافي يمك دقائق. اذا اني ثلاث خماشات هذا شنو؟ هذا شاو قذيفه. قذيفه وهذا البراشه اول. هذا الاخ على 425 الف. 425 الف لوك اسود. اي من لمت مطلع سنجوان مميز اول كلها جايت فيه 480 500 يم سجار الدراج 425 الف وشرط بلوك اسود حتى الصباح ما انت بلوك اسود. هذا بيش هذا؟ استاذ علي تخم مصنع 10 مقاعد جديد ما مستعمل. شوف الصفحه مالته استاذ علي شغله درجه اولى. هذا استاذ علي بيش لنا عرض استاذ علي بيش 900 حاليا سوينا عليه عرض 850 توصيله من جنب قدام سجاد. هذا الملكي تخم الراس الملكه بالداج
قلاوين بس سجاد الدراجي زين ابو الصوره هذا القماش مالته كنا نبيعه ب 650 اللي كل متابعينك ب 600 توصيل مجان فقط داخل بغداد وعيون الشرعون ما شاء الله هذا لون شويتي عندك استاذ جوزي عسل بيه همه عاشت ايدك استاذ علي نيجي من طرف قناتك ارجع اكرر اسعارنا بيها مجال بيها خصومات توصلنا فقط داخل بغداد مجانين لو ان بغداد النهر مقابل باب الفروج البنزيخانه فتح بالستة الصبح ونعزل بالستة العصر نورونا ويشرفونا بكل الارباط اهلا وسهلا بكم ايش قلت تليفونك 077-115-817-209 اهلا وسهلا ايش السجاد استاذ علي ياس طعام التركي الاصلي جيب ما مستعرف ومستعمل هذا ايه؟ سعره 125000 هذا 104 كراسي الله شاهد هذا ما بايع انا بهذا السعر الك متابعينك 104 كراسي ب 100000 سلمان ايون استاذ شلون صحتك ابو حسين الوردي هذا 3 متر وسنكه متر ونص مرمر هذا موديل الشبح استاذ هذا موديل جديد هذا سعره 850000 هو والسنك عندك هذا مترين الكاونتر مرمر والسنك مرمر هذا سعره 650000 وعندك هنا متر ونص سنكه متر 20 450000 وعندك هذا مترين تعلي دنق العفو ما يتعلق مترين وسنكه متر ونص هذا سعره 600 وانواع الالوان بي عندك هاي كونفيرا 140000 جديده ما مستعمله هاي غسالة 250000 40 كيلو استاذ علي عندك هذا الثلاث قطع السينك متر و20 والملحق متر و20 والارض متر و20 هذا سعره 350000 وبي الوان هذا اللون الثاني وهذا اللون الثالث هذا يسمونه بديل الرخام استاذ علي عندك هنا فقط سينك متر و20 هذا سعره 150000 وعندك هنا ابو المتر ونص ثلاث بيبان وباب اضافه مال صوان سعره 200 وهذا اللون الثاني والمرمر تبدل اي لون يردون وهذا اللون الثالث هناك كاونترات وهنا طباخات ثلاجات مجمدات كل شيء موجود جديد موديل 2.5 وسنكة متر ونص هذا السعر 800-750 نهايته وهذا 650000 الكاونتر مرمر والسنك مرمر العفو هذا هميم 650000 بس السنك مرمر هذا 750 اثنينات المرمر هذا ملحق ما يتعلق وعندك هذا الموديل تعليق هذا 2.5 الكاونتر مرمر والسنك مرمر هذا سعر 800 وبي الوان هذا بديل الرخام هذا متر ونص والملحق متر ونص والارض متر ونص هذا سعره 450000 عندي بي لون ثاني هذا هم متر ونص سنك متر ونص وعندك هذا الموديل مترين سنك متر ونص والكاونتر مترين هذا سعره 500 ما شاء الله هذا معرض ابو شمس الزرقاء تعال هنا استاذ علي تعال شوف الكاونترات والاغراض هذا ثلاثة متر اثنين مرمر واللي يحتاج رقم راح يصير على الشاشه جبت 077-467-3563 077-09-873-3 مقابل محطة وقود النهضة المشيدة يوميا موجودين معرض أبو شمس قبال المحطة مباشرة شكرا سيد شلونك حبيبي شلون سعرها هاي ب 400 وبيها مجال متر ونص هاي برب 700-750 100 جاكارد شنال والجير الشيل مالي شغل توب تايرات اقفاله دبل ماطور ديج مال قص هاي 650 وبيها مجال اذني على ربع وبيه المجال كل الحاجات اللي يجي من طرفك يقول من الاستاذ علي العراقي انطي اليمنى قبل اليسرى الله يرضيك وعندنا هاي حمايه مال تمن ومرق 550 هم بيها مجال طباخة ابو عيني 150 وبي مجال عندنا هاي عربانة مال لبلبي لبلبي وباجلة طباخاتها جدورتها كاملة ب 400 وبيها مجال عندنا هاي الجامخانة مترتين هاي برا ب 700-800-550 وبيها مجال طباخة ابو ثلاثة بربع وبي مجال شمبر شاي عندنا هذا بربع وبي مجال هن وعندنا هاي جامخانه متر وعشرين يريدها بحدها يريدها هي والمنقله متر وعشرين ب 650 وبيه المجال وعندنا هاي ميوزه متر وعشرين متر تين اي شيء تريدون مال اغراض مال المطبخ موجود عنده حتى توصوه تلقون هنا متوفر هاي هنا عندكم ميوزه كل قياساتها رفوف مكتبات هاي رفوف عندنا انواع الرفوف اكو جديد استاذ علي أي. هذا الجديد
125 وبي مجال زين. وعندنا مستعمل مال كوزمتيك، هذا مستعمل انواع المستعمل عندنا الرفوف. ايه المستعمل عندنا هذا بي بوب، هذا 100 وبي مجال، وهذا هم 100 وبي مجال، يعني انواع الحاجات هاي بيش. هاي مستعمله هاي 150 وبيها مجال زين. ايش قد تليفونك سيد؟ 0770695548 4. سوق النهضة مقابل محطة وقود النهضة. ما تلاقون ابو علي ابو كاظم الدراجي. ابو كاظم الدراجي. ابو علي شلونك عمو؟ الله يرضى عليك. شلون صحتك؟ ابو علي شلون اسعار ذني؟ ذني على 60. ذني على 60000. به الموسيقى؟ به الموسيقى عمو؟ موسيقى وقلوب. موسيقى وقلوب. هاي بيش هاي ابو علي؟ هاي 70. 70000. تشوفون ذين اصدقائي مرايه و مرايه صيدليه مغسله وكاونتريه ب 70000. 70000 ذني 30 على 70، الوحده ب 70 جديدات ذني. هاي على 10000 دينار. هاي اكبر. هاي اكبر مستخدمه. مستخدمه ب 70. اكبر من النوعيه احسن من ذني. زين. هاي بيش عمو؟ 25. 25. هاي بيش عمو؟ زين. ذني شلون اسعارهن عمو ذني الغربيات؟ ذني على 80. 80؟ على 80. وعنده بيبان مستخدمه خشب المنيوم. بيش عمو البيبان؟ البيبان الالمنيوم على 60. علي تعال. كم ب 30؟ كم مليون؟ ذني شلون اسعارهن؟ ذني على الجد قلت لهم 30. ذني على 30. زين. ها على 25؟ لا على 25. ذني ثلاث قطع، الوحدة ب 25000، والمراية؟ المراية ب 20. زين، ايش قد تليفونك علي؟ 0771 اي 6451. هاي يومية قبال محطة وقود النهضة المشيدة. أنا أشكرك. أنا أشكرك. لا ممنون. الله يحفظ لك الوالد ان شاء الله. وان شاء الله جمعة مباركة عليكم. حفظتك من الموصل، من البصرة، من العمارة، من كل مكان جاي يتصلون بينا. الحمد لله. الحمد لله. عيد الله يسكرك ويحفظك. جزاك الله خير.